السلام عليكم طلاب، وياكم أخوكم المهندس فؤاد طعمة. تتذكرون بالمحاضرة السابقة شرحنا موضوع المحصلة، واتفقنا أنه المحصلة تجي على أنواع. النوع الأول اللي أخذناه وقتها أنه هو محصلة القوى المتلاقية في نقطة واحدة. شرحنا مثال بسيط بذاك الفيديو، واليوم راح نحل لنا تمرين آخر شوي بفكرة بسيطة، وخلينا نبدأ وياكم بالتمرين. منطوق السؤال هو شنو؟ يقول the resultant of the three forces in the figure horizontal. Determine the angle of theta and the resultant. يقول هنا بالسؤال يقول عند المحصلة لثلاث قوى هي أفقية. محصلة لثلاث قوى الموجودة بالشكل هذا عندنا هي أفقية. يقول determine the angle of theta and the resultant. يقول احسب لي الثيتا اللي هي زاوية ميل هذه القوة الموجودة عندي بالشكل، ويقول احسب لي المحصلة. لحل هذا التمرين طلاب نجي نطبق الخطوات اللي اتفقنا عليها لحل التمارين اللي تخص المحصلة. الخطوات اللي إذا تتذكرونها هي أول خطوة أنه نحلل القوة المائلة إلى مركبتين، مركبة عمودية وأفقية، والخطوة اللي بعدها نحسب المحصلة الأفقية الـ Rx. المحصلة الأفقية هي مجموع الجبري للقوة اللي على محور X، وما بعدها ونحسب المحصلة العمودية، نحسب المحصلة العمودية اللي هي RY اللي هي مجموع الجبري للقوة العمودية. ما بعد ما نحسب القوة المحصلة الأفقية والمحصلة العمودية نجي نحسب المحصلة النهائية اللي هي الـ R تساوي تحت الجذر RX تربيع زائد RY تربيع. بعد ما حسبنا المحصلة نروح نحسب الثيتا اللي هي زاوية ميل هذه المحصلة. فهسه نجي نطبق الخطوات. أول شيء قبل لا نبلش عندنا هذا الرسم موجود، نجي نثبت المعلومات الموجودة عندي. قال بالسؤال إنه المحصلة أفقية، قال بالسؤال إنه المحصلة أفقية، بما معنى إنه لو تتخيلون وياي يعني هذا محور X وهذا محور Y. يقول المحصلة أفقية، هاي المحصلة أفقية، معناتها ار واي صفر، ماكو ار واي، الار واي صفر. لما قال المحصلة أفقية معناتها الار واي صفر. لو بالعكس قال المحصلة عمودية، لو قال المحصلة عمودية لا الار اكس راح تكون صفر. اما هسه ذكر بالسؤال انه المحصلة هي أفقية، محصلة هذه القوة الثلاثة أفقية، فلذلك راح تكون عندي الـ RY صفر. فهاي المعلومة نثبتها عندنا حتى شنو؟ أكيد هو طارياها حتى ساعدني بالحل. الـ RY تساوي، أو بمعنى آخر خلينا نقول RY تساوي صفر، أو نقدر نقول الـ R تساوي الـ RX، تمام؟ هذا المعلومة اللي انطانا اياها واضافة للقوة الموجودة عندي بالرسم هذا. المطلوب عندي شنو؟ يقول احسب لي R. الريزلتنت يقول احسب لي R. واضافة لهاي يقول احسب لي ثيتا اللي هي زاوية ميل هاي القوة المائلة. فهسه ثبتت المعلومات والمطلوبات، رسم موجود، هسه نجي نطبق خطوات الحل للمحصلة. أول خطوة هي تحليل القوة المائلة. نجي على هاي القوة مائلة، نحللها إلى مركبتين، مركبة أفقية نسميها FX، مركبة عمودية نسميها FY. شنو هاي الـ FX؟ شنو هاي الـ FY؟ خلي نحسبهن. هاي القوة اللي هي شقد؟ 100 نيوتن. الـ Fx مالتها شنو تساوي؟ الـ Fx تساوي بما أنه هي مجاور للزاوية فهي راح تكون F كوساين ثيتا. بالنتيجة راح تكون عندي الـ Fx تساوي 100 كوساين ثيتا. هاي الـ Fx ما قدرنا نطلع قيمتها كرقم لأن عندي الثيتا مجهولة. الـ Fy
تساوي عندي، بما انه هي المركب البعيد عن الزاويه فراح تكون عندي الاف ساين ثيتا، وبالنتيجه راح تكون عندي الاف واي تساوي اف العفو راح تكون عندي الاف هي مقدارها 100، نعوضها 100 ساين ثيتا. حسبنا الاف واي والاف اكس بدلاله الثيتا مجهول عندي. هسه بعد ما حللنا الى مركبتين نجي على الخطوه اللي بعدها اللي هي يقول نحسب الار اكس والار واي. بما انه الار واي راح تكون عندي مقدارها صفر فنجي نقول الار واي، الار واي اللي هي نفرضها اللي على موجب تساوي مجموع القوى العموديه اللي تكون للاعلام موجبه. الار واي تساوي مجموع القوى العموديه على فرض انه الار واي راح تكون للاعلى، فتمام راح نجي نطبق نقول الار واي، طبعا الار واي هي شو تساوي؟ الار واي اتفقنا عليها تساوي صفر. نجي على اليمن على القوى العموديه، القوى العموديه شنو عندي؟ عندي هاي الاف واي اللي هي شو مقدارها؟ مقدارها 100 ساين ثيتا. اتجاهها للاعلى مع الفرضيه؟ اي تمام مع الفرضيه، اذا اشارتها راح تكون موجبه، فنجي نعوض نقول 100 ساين ثيتا. عندي قوة عمودية بعد؟ اي تمام عندي قوة عمودية للأسفل. ايش قد مقدارها؟ 90. زين هاي 90 اتجاهها للأسفل عكس الفرضية معناتها راح تكون إشارتها سالبة. ناقص 90. بالنتيجة راح تكون عندي شنو؟ راح تكون عندي 100 ساين ثيتا تساوي 90، وبالنتيجة راح تكون عندي ساين ثيتا تساوي 0.9 ثيتا. ايش راح تصير عندي؟ تساوي ساين انفيرس 0.9 ساين انفيرس 0.9 هاي نجي بالحاسبة ساين 0.9 تطلع عندي الزاوية 64.15 درجة ثيتا 0.15 وإذا ندقق أكثر 0.15.8 درجة. هاي عندي الثيتا اللي هو شنو طلبها عندي بالسؤال. نجي على من على قيمة المحصلة. المحصلة ايش نتطلب؟ نحتاج نتطلب الار واي والار اكس، الار واي والار اكس. هسه نجي نحسب الار واي. الار واي ايش قد راح يصير مقدارها؟ الار واي مقدارها صفر ما يحتاج نحسبها. نجي نحسب الار اكس، الار اكس تساوي نفرضها للاتجاه موجب، يقول تساوي كل القوى الافقية اللي بهالاتجاه على فرض انه بهالاتجاه تكون موجبة. فنجي ايش عندنا قوة افقية؟ عندنا هاي القوة 160 هي قوة افقية اف اكس، ايش قد مقدارها؟ مقدارها 160. تكون عندي الار اكس تساوي 160، اتجاه 160 مع الفرضية، نعم مع الفرضية اذا اشارتها تكون موجبة. وعندي قوة افقية ثانية بالاتجاه المعاكس اللي هي اف اكس طلعنا ايش قد مقدارها؟ مقدارها 100 كوساين ثيتا، 100 كوساين ثيتا عكس الاتجاه، نعم عكس الاتجاه، اذا اشارتها تكون سالبه ناقص 100 كوساين الثيتا. طلعناها، طلعنا الثيتا مقدارها ايش قد؟ 64.15. بالنتيجه راح تكون عندي نحسبها بالحاسبه يساوي عندي 116.4. الار اكس، الار اكس تساوي 116.4 نيوتن، 160.4 نيوتن بهالاتجاه هي موجبه، تمام؟ نجي نحسب قيمة الار، الار ايش راح تكون عندي؟ الار تساوي تحت الجذر
RY تربيع زائد RX تربيع راح يصير عندي شنو؟ ال RY صفر ال RX ايش قد هي؟ 116.4 فراح تكون عندي ال R تساوي تحت الجذر 116.4 تربيع التربيع ويا الجذر فراح تطلع لي عندي ال R تساوي 116.4 نيوتن بهالاتجاه تمام بهالاتجاه تساوي عندي المحصله 116.4 نيوتن. باقي علي هسه شنو بعد ما حسبت المحصله نجي الخطوه الاخيره ذات تتذكرون اخر خطوه هي نحسب زاويه ميل هذه المحصله زاويه ميل هذه المحصله بما انه المحصله افقيه بما انها المحصله افقيه فالمحصله معناتها زاويه الميل مالتها صفر زاويه ميل المحصله صفر فنجي هاي الاكس هاي الواي وهذا الاكس فصير عندي محصله بهذا الاتجاه ايش قد مقدارها؟ الار تساوي 116.4 نيوتن المحصله راح تكون افقيه. لهنا خلصنا حل هذا السؤال، السؤال بسيط ما في شيء حلو، بس الفكره كانت هي اللي هي انطاني قال المحصله افقيه بما معناه انه الار واي صفر، لو عكس هذه الفرضيه وقال المحصله عموديه راح تكون عندك الار اكس هي صفر، الار اكس راح تكون هي صفر وبما انه انطاك